كلكم انتم اسمعوا اسعار هاي الثلاجات اللي استوردتها دائرة صحة المثنى على ذمة السيد باسم خشان. هذه الثلاجة اللي هي ثلاجة دنماركية، اذا شوف الكتاب حجم الكتاب عليها حتى يعني يبين حجمها، شوف الكتاب ايش قد حجمه بالمقارنة بالثلاجة والكرسي قدامك. هاي الثلاجة سعرها ايش قد تتصور يعني ممكن بيش تشتريها استاذ هذه؟ والله احنا عندنا واحدة مثلها بالبيت بس مو نفس الماركة 200-250 ماشي، انا اشتريها منك ب5 ملايين للصحة وربحانين. هذه الثلاجة تاخذها بخمسة والله. هاي الثلاجة سعرها 41,750,000 دينار. شو 41,750,000 دينار. صورة في راسي صورة. هذه الثلاجة تشتري بها سيارتين أوبتيمم. هاي الثلاجة بواحد واربعين مليون دينار وسبعمية وخمسين ألف دينار. واشتروا من هذه الثلاجة 60 ومن الثلاجة الثانية اشتروا 100. هاي 60 ثلاجة. هذه اللي هي مثل ثلاجة البيبسي. اي هذه سعرها 36,750,000. قيمة العقد إذا تظهر صورة العقد الآن هاي بستة وثلاثين. 36,750,000. أستاذ باسم أنت متأكد هذا العقد؟ العقد هذا العقد أمامك. أنا أتكلم أستاذ نجم، أنا ما أتكلم بدون وثيقة. زين هذا العقد. أقرأ العقد. إيش قد مع شوف لا أنا راح عملا بالصلاحيات الممنوحة لنا وإشارة إلى عقد المرقم 730 في 12/12/2013 المبرم بين دائرتنا ومكتب الصباح العلمي لدعاية الأدوية والمستلزمات الطبية لصاحبها الصيدلاني فؤاد ناجي جعفر ووكيله السيد ماجد هزاع جبر المتضمن التزام المكتب أعلاه بتجهيز دائرتنا بثلاجات شنو؟ حفظ الأدوية واللقاحات مع التنصيب والضمان لمدة 5 سنوات والتدريب على الثلاجة يا ربي. لقاء مبلغ مقداره 6 مليارات و180 مليون دينار ولمدة تجهيز مقداره 6 مليارات. خلي نجي عليها واحدة واحدة. أول شيء هسه المبلغ هذا 160 ثلاجة. 60 ثلاجة ب 6 مليارات. 160 ثلاجة 6 مليارات. 60 من هذه و100 من هذه ب 6 مليارات. كافي شباب هذا بس دقيقة. هي شراء ثلاجات. زين شنو تدري؟ يفتح ويصير. لا انت شلون يصير؟ لجان المشتريات حتى يوافقون على هذه الصفقة شو يسوون؟ يتفقون مع الشركة نوديكم سفرة للخارج. فالجماعة خذوا للدنمارك تدريب على ثلاجة شلون تدرب عليها؟ يعني شنو؟ سوقها؟ أرحب من جديد بالسيد باسم خشان الذي أصر أن أقدمه نائب بالبرلمان بس ما حد يريده. كويس؟ نعم أشكرك. يعني تعدى قرار المحكمة الاتحادية تروح تداوم نائب بس ما يردونك. هاي مو طلابة، أنا طلابي وياك هواي. أريد أبدأ من الطلابة الأولى شافوها العراقيين كلهم. شتى مو وعدت تجي تاخذ ثلاجة بخمس ملايين؟ أطقك بدعوة؟ والله أستاهل. ها؟ كان الناس تشتري بواحد واربعين مليون، هذا لين أنا فقر بخمس ملايين ما أخذت. أخذها بخمس ملايين، خلي نوفر فلوس الصحة. تحية لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هذه من أفسد الصفقات، ومثل ما ذكرت إحدى القنوات العربية المشهورة ذكرت إنه العراق دخل كتاب جينيس بأغلى ثلاجة بالعالم، فعلاً. 42 مليون لثلاجة حجمها جدا صغير. يعني أستاذ باسم أريد أبدأ بالتسلسل لأنه هذا الموضوع أنا قلت بالمقدمة إحنا اليوم من نسولف مو بطرانين، إحنا هذا ملفات الفساد اللي ولد يوقفون بالباب، بس أيضا نريد نتابع أنه هل ما نقوله أكو أذان صاغية الناس تسمع. ولذلك بعد ما عرضت الحلقة بقناة التغيير وبعد ما أنت عرضت الملفات وأنا أحيي بك هاي الروحية، أنت متابع ممتاز وجيد لهذه القضايا، محكمة الجنايات المركزية الخاصة بالفساد في بغداد تناولت هذا الموضوع وأصدرت أحكاما قضائية على المتهمين والمتسببين. أريد أعرف ما هي قد حجم الأحكام وكم عدد الأشخاص الذين تم الحكم عليهم، بعدين ندخل بالإشكالات القانونية. نعم بالنسبة للمحكومين أحالت محكمة تحقيق النزاهة في المثنى 19 شخص.
متهم. الادعاء العام طلب إدانة 15 تقريبا منهم، 15 شخص. المحكمة حكمت أو أدانت 5 أشخاص فقط، المدير العام وطبيب آخر وثلاث موظفين، حكموا 4 سنوات. إضافة إلى ذلك تم تحريك دعوة على صاحب المكتب المتهم الهارب، صاحب المكتب اللي انغلق يعني بعد إتمام هذه الصفقة واستلام الأموال. هذول ال 19 الآخرين هل فعلا تبرئتهم كانت حقيقية أم أنه يعني أنا عندي رأي، أعتقد رأي صحيح في هذا المسألة. يعني عندك مثلا المدعو أوس الحمداني اللي هو رئيس قسم التفتيش، هذا كان عضو في لجنة، عضو مراقب على لجنة المصادقة. فهو في دفعة قال أنا عضو مراقب ما عندي صلاحية غير أنظر الإجراءات. الحقيقة هو دوره كرئيس قسم التفتيش لو شم ريحة فساد في صفقة هو ما لا طرف بها ولا يراقبها يفترض أن يجري تحقيق. فهو مسؤوليته كرئيس قسم التفتيش يفترض أن يحاسب باعتبار هذه الصفقة مرت أمامه صفقة الأخطاء. هذا كان أوس من ضمن الـ19 المتهم. نعم. تم تبرئته. وهذا حقيقة من الأسماء اللي طلعت أثارت انتباهك. يعني حقيقة لجنة المصادقة جزء منهم تم الإفراج عنهم بقرار وتم تصديقه من محكمة التمييز، وأصور يعني القرار غير صحيح، خصوصا أنه يعني مثلا عبد الرحمن، أعتقد عبد الرحمن جواد، هذا الشخص هو متورط بصفقات كثيرة. إضافة إلى ذلك هو قام بصرف، شنو وظيفة عبد الرحمن جواد؟ المعاون الإداري. هذا أيضا قام بصرف أموال على الرغم من أنه الصفقة هذه فاسدة وموجود تحقيقات إدارية تثبت فساد الصفقة، لكن قام بصرف أموال. يعني كان بالإمكان يعني بعد تحريك الدعوة كانت الفلوس موجودة، كان على دائرة الصحة المثنى أن ما تدفع الفلوس إلا أن يتم حسب الدعوة، لكن للأسف تم صرف المبالغ والمتهم مالك المكتب الآن هارب، يعني الفلوس راحت، والسبب عبد الرحمن جواد علي المدير الإداري. إن شاء الله ما يروح شيء. إحنا لذلك أنا اليوم أنا دعيتك وقبلها في حلقات أن عرضت على المشاهدين الكرام بدنا نتابع هذه القضايا. لذلك أنا أرد أرجع أنه أنت كنائب محرر إيدك وكأيضا محامي ومكافح بصراحة مجاهد بقضايا الفساد، أنا والمشاهدين متابعين قضاياك في مكافحة الفساد، وأعرف أنت كم مرة انسجنت وكم مرة اعتقلت وأكو تهم عليك بهذا الموضوع. الولد الحرامية انحالوا للقضاء وفق المادة 318 وانحكم عليهم وفق المادة 340، المادتين متعلقة بهدر للمال العام، هاي تحكم 7 سنوات وهاي تحكم 7 سنوات. انت هم جيت فتت بالنص اعترضت، يقول لك باسم على كل شيء معترض يا بأن المادة 318 7 سنوات وال 340 7 سنوات، انت تقولهم لا احكموهم على 318 الحكموا على 340، وين الاختلاف؟ وين الإشكال القانوني عندك هنا سيد باسم؟ يعني خلينا نوضح للمشاهدين الفرق بين المادة 340 والمادة 318. 340 ببساطة يعني هذا التليفون سعره خلينا نقول مليون دينار. هذا المليون أنت صاحب المكتب، أنا لجنة مشتريات. سعره مليون، أنا أكتب بالسعر 10 ملايين. إذا أنت أخذت الفلوس، أنا مجرد أنه سهلت لك أن تأخذ الفلوس، طرف وسيط، أنا سهلت تأخذ الفلوس، فأنا سببت بهدر لأموال الدولة، هاي جريمة تنطبق أحكام المادة 340، هي إحداث ضرر عمدي بأموال مصالح الجهة التي أعمل فيها. يعني معناه أنا ما استفاديت، بس أنا أحدث الضرر. لكن 318 أنه هذا أسجل 10 ملايين وأنا أحصل 5 مثلاً بالنسبة حصتي نسبة بالصفقة هذه، إذا سويتها بهالشكل أنا فعلياً ينطبق المادة 318. فأنا لما محكمة تحقيق السماوة وحالة القضية على 318 اتصلت حقيقة، يعني اتصلت بجهة مرتبطة بالقضاء، يعني أعتقد أدت دور جيد في هذه المسألة، سألت الجهة اللي سألتها قلت يعني أنت تتصور حضرتك هاي 6 مليارات و180 هذول أعضاء اللجنة شالوا فلوس ورموها بالحاوية ولا هم استفادوا منها؟ قال استفادوا منها. قلت إذا كانوا مستفادين منها الصك يطلع من الدائرة للشركة أو المكتب.
كيف توصل الأموال للمستفيدين غير لازم ترجع عن طريق صاحب المكتب؟ إذا صاحب المكتب متورط بهذه الجريمة، لذلك تم تغيير الوصف القانوني وتحريك دعوة جزائية بحق مالك المكتب اللي هرب. فهي احنا يعني المسألة نحتاج إلى أنه الإجراءات التحقيقية تكون كاملة. هذه في قضية الثلاجة، في كل القضايا، هي في كل القضايا. زين، أنت أنا أعرف العقد شريعة المتعاقدين، الولد من جابوا الثلاجات كانت عندهم عقود مع الصحة، سواء دار الصحة السماوة أو وزارة الصحة، فبعدين الدارة من سددت بموجب عقد ألزمت نفسها به. صح. وين النسب هنا؟ وبعدين راحوا وطوهم كل من أخذ قياته. إيه هي هذه إذن 318 بما أنهم خذوا الفلوس، لكن الفلوس هذه شلون جتهم؟ عن طريق صاحب المكتب. إذا صاحب المكتب جزء من السرقة سهل. يعني أنت تيجي تدخل الشركة طرف من. نعم. كل الشركات، هي الفكرة شنو يعني حقيقة، يعني أنه دائما أصحاب الشركات هم في كل القضايا اللي السابقة بما فيها قضية الشراجف، قضية الشراجف حكموهم على 318. فأنا سألت القاضي أيضا في هذه المسألة، قلت أستاذ هذول يعني سرقوا خذوا هاي الفلوس لهم حصة ودفعوها، شلون استلموها؟ هي صك من الدائرة للمكتب، خذوها عن طريق المكتب يرجع لهم نسبة. إذا هذا شريك، بما أنه شريك يجب أن يحاكم بنفس العقوبة، يجب أن يحكم بنفس الحكم بالنسبة للشركاء.